هلا هي هلا الفكره ايه لك هلا طلعت معنا الفكره ايه خلص حنساويها هلا مباشره اسمها ذكريات سوريه ذكريات سوريه شو بدنا بجلال ما عم تسمع نزلني على سلبينا لا ليش ضربته كف داوود ما لك حاجه تقتله من الجماعه شبك يا زلمه شو طلع معه خلص حينشرها سائر ذكريات سوريه اوكي حبيبي لحظه صورها ببعث لك اياها باي طيب ممتاز هلا انا ذكريات سوريه طلع براسي مشهد ابن حرام بده يفجر الدنيا بده يكسر الدنيا هات لنشوف ناقصه تفجير لك الناس توقف تتفرج انت لك يا لعن امه شو هالمشهد هذا ناقصه تفجير لانه يلا اوكي المهم هلا المشهد شو هو انا وياك قاعدين على اساس بسوريا ايه هي حلقه اخيره بدي اياها تطلع عظيمه طيب لا مين حضرتك بدك اياها شو انا ممثل بالعمل المهم انا ممثل ولي شروطي المهم واجاري كبير المهم ايه فالمشهد شو على اساس انه وياك قاعدين بسوريا ايه فجاه بينطق الجرس قام مين بيطلع هذا الجرس تبع سوريا المهم انا عم اقول لك قاعدين بسوريا ايه برافو اوكي المهم بدا الجرس مين بيفوت اولاد خالتك سماح سمار محمد مؤيد كله فايت شو قال عاملين مفاجاه باول يوم رمضان بنقعد كلياتنا شيء 35 واحد العيله بنحط هاليبره هالاكل لحظه ناعم بنكون جايبين ناعم التمر مقدوس ايه لحظه ستوب صلي على النبي كله بياكل صلي على النبي وانا بطلع بقول رمضان حاضربك صلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ما بتزبط وين بدك تجيب ولاد خالتها اعطيني ما في غيرنا عم نمثل صرنا ب 7000 سنه طول الدنيا ما كان تخلص شو اسمه منجيبهم من معهد الفرنسي منجيبهم كلهم خالتك موزمبيقي وايطالي ونيوزيلندي وبرازيلي ما بتزبط بعدين وين نجيب مقدوس وين نجيب ناعم يا سيدي هلا ما فينا غير نعمل شغله وحده ننزل موسيقى تامنوا يا سيدي ولاد خالتك المقدوس من بدك تامن ها هاي هي حتى موسيقى رمضانيه فينا ننزلها من اليوتيوب بس فيك تنزل ولاد خالتك من اليوتيوب لا بايخه ما برمضان مزبط برمضان مزبط شو بدنا نعمل طيب ما بلش رمضان عندي فكره تفضل هلا شو اكثر شيء مشهور عند السوريين هيك بتحسوا في الكلور يعني تدمر رقصه الفنون الشعبيه لا دعايات اسمك انا اسمي ستار ميكس عمرك انا مولود جديد شو بتشتغلي نظيف السجاد كمان اوضه الاولاد بس لا وبنظيف الكنباية ما بخلي ولا غبراي طب اذا انكسرت كاسه انا بلم الازاز اذا في بالارض انشاره غيري ما بتعتز واذا تعبتي ما بيهمني يا عمي الفواشه بتحميني واذا سدد تنفس ما بتعب ولا منهم بتنفس من جنبي طب لما طفي المغسله هي ما لا مساله بشفطها انا ستار ميكس 26 لتر مي هي هي الحلقه لا ما بمشي الحال ليه من وين نجيب فواز جابر من وين نجيب ستار ميكس خلص كنسل على المشهد لا احذر شو منغير دعايه منغير المشهد جبت لك فكره شو بدي اقول لك بدنا فكره توصلنا لسوريا تخلي الجمهور يقول سيدي حاس حال سوريا الناس تعمل هيك تقول لعبه شو الفكره هاي شو الفظاعه فكره عظيمه هات لنشوف انا وياك راكبين بميكرو جوبر مزه مسيو اوتوستراد طالعين بالميكرو انت بتكون طالع بميكرو حران العواميد بنلتقى انا وياك وين انا لابس كون قميص شيال ابيض تكون شوب لدينا نجوى كرم عم تغني من الميكرو لا تبكي يا ورود الدار انت نازل نسلم على بعض بتكون جاي الشرطه العسكريه لاحقين عسكري بننبه العسكري يهرب بيب بيب بزمرك واحد بالسياره بننزل بالبرعمكه قدامه كلسانه وناس عم تشرب حليب وكعك وناس عم تتخانق مع بعض بيجي الشرطي واحد بيناوله 25 ليره بيقول له روح من هون وبينزل واحد ابن مسؤول بيشحط بالسياره بيرنش يقوس بيمرق باصنق الداخلي الاخضر بخربت الدنيا تحت الجسر معباي لا 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 ابن المسؤول باللوحه تبعي ما بيطلع سؤالها شو اللي اياه ابو حليب وكعك اسمع لك كلمتين رضغطاهم ابو حليب وكعك كمان ما بيطلع معك باللوحه اذا جبت لك الميكرو وجبت لك الشرطه وجبت لك العجقه وجبت لك الموظفين وجبت لك الشمس هي بعز الدين الظهر اللي بيكون الواحد عم يسبح بالتعن نفسه وين تجيب لك قميص الشيال الابيض هذا في الكلور السوري وين تجيب لك بفرنسا بفرنسا ما بتلاقي ولا نص شفت قميص شيال ابيض يا زلمه بتصدق اني مشتاق للقميص الشيال الابيض هلا فيني انزل لك اياه داونلود لا 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 عندك فكره احكيها هي النكته وقفها بقى عندي فكره ننزل على نفق الاداب ايه بنصور بشي نفق على اساس هذا نفق الاداب بنمرق العالم كلياته كله حامل محاضراته طبعا ما حدا عم يدرس وكله عم يتناقش وطبعا ما حدا عم يتناقش غير بحبيبته وهذا حب هي وهذا طبق بنت هذيك وهذا ما حدا عم يتناقش بالمحاضرات ونقاشات هيك عظيمه ويعني بتحس الناس كلها بتلعب قميص سوري يعني انت على اساس انه صعب تامن القميص الابيض وفيك تامن نفق الاداب والمحاضرات والعالم من وين بدك تجيب عالم تمرق بنفق الاداب؟ بنجيب لنا 50 60 بنت من هدول اللي قدامنا كلهم شقر شلفهم شي نفق بدك تجيب 50 60 بنت فرنسيه تحطه لها نعمل فيلم تاني نطلع لهوليوود انا برايي المره انا بدي اغير المشهد
جبت لك مشهد هلا ما في هلا بدك توافق عليه اكيد. تصويره سهل، مشهد بذكرك بالشام بدنا الناس يعني كجمهور اول ما يتفرجوا لك اوف وين هي الشام، والله الاخوين ملص فظيعين. وين ايش وين؟ لا بدنا شوف مقنع ممثل مقنع. انا يا اخي انا ممثل مهم. ها يا اخي انت مبين شربان. هلا اعطينا شربان مني تمثيل. ايه يلا مهم فكر حالك نهر برده. مهم إيه. المشهد هو كالتالي، انا وياك واقفين هيك مع الشباب كلها على مدارس البنات. إيه؟ البنات طالعين بلش تلطيشات مع ولي الامر على الارض، تتجوزيني عندي اسطوخ مسكته بكتب لك دواسات باسمك، مرأة من هون هي رفيقتي كنت حبها من زمان، انت بتمرق لحبيبتك الماضيه. انا ما بحياتي ما حبيت. لا لا انا ما حبيت الكلمه تبعك. إيه بعدين بيمرق واحد بالسكودا حاطط قم هيلي غرام سكوت ختيرت ايامك رغب علامي. هلا تامر حسني، هلا حط تامر حسني لكن سبحان حبيبي وانت بعيد. المهم إيه. بعدين بقى بيمرقوا البنات، بعدين واحد بيلطش، بعدين بيجي عندك مثلا مهند بيقول لك انا حابب هي، وانت بتقول له لا، وعلاء سلي طايق برغي لمدري مين وغزولي عامل خناقه عميته السويد بنص الحاره لحظه شوي انا برايي مستحيل تزبط. وين تجيب لك المعونه؟ يجيب لك مدرسه المعونه مثل ما هي حط لك اياها بفرنسا. يا ريت والله بيطلع بايدها. هي عبدو باللوحة انا. اي لا اسمع انا عندي طب فيك تجيب لي مدرسة الفاروق. لا كمان هي اصابين فيني انزل لك اياها داونلود. شوف انا عندي الغي المشهد. لا لا خليه لحظة شوي انا عندي فكرتين ممتازة. شو هي؟ طالعين من صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بتحس طقس سوري مو طبيعي. يا الله بغض النظر ومنصور. لا صلي على النبي صلي على النبي بغض النظر وكل اللي كل الشعب السوري بيصلي بس الجمعة احيانا بس انه طلعين كاتنا من صلاة الجمعة وهالقلابيات وبياع الخضرة عم يصرخ وبياع البطيخ عليه إخناء ابن جيراننا وابن جيراننا فزع له ابن جيراننا الثاني. لا شوي انت يعني صعب تأمن مدرسة المعونة وسهل تأمن جامع وبياع البطيخ عم يصرخ شو بده يقول؟ يعني هون مثلا جبت بياع البطيخ شو؟ إليا باستيك أجوردوي هيك بده يصرخ؟ العمر بيخلص والحكي عن ذكريات الشام ما بيخلص. والله اللي بده يحكي عن ذكريات الشام عمر واحد ما بيكفي، بده عمرين. ردوني ردوني عجبال القمر، ارسم بيت وحبقة والعب بالصور. ردوني ردوني عجبال القمر، ارسم بيت وحبقة والعب الصور. ردوني عالطرقات عمشاوير الطرقات، ردوني عالطرقات عمشاوير الطرقات. تعبت من الغربة وتعبت من السفر، تعبت مني الغربة وتعبت من السفر. سرقني الزمان وسرقني المدى، واللي كانوا أهلي صاروا ما حدا. وعم صرخ يا زمان رجعني يا زمان، عم صرخ يا زمان رجعني يا زمان. لصوتي عرفني ولعرفت الصدى، لصوتي عرفني ولعرفت الصدى.